كده شغال. طب ما كان شغال. طيب الاندرويد اديتور يا اما نشتغل احنا واحنا شغالين، يا اما نشتغل على في اديتورز كتيره جدا، يا اما نشتغل اكليبس ويز بلجنز. ايه بلجنز دي؟ لا 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 لا، ده دي تولز معينه بتضاف على اكليبس بتركب عليه، بتبدا من خلالها تعمل ايه؟ ديفلوب بحاجه معينه. يعني انت عايز تديفلوب اندرويد ابلكيشن او تديفلوب جي 2 ام اي مثلا، الموبايلات القديمه، او ديفلوب اندرويد، فجايه من هم عاملين تولز نازله كده، تبدا تعمل لها داونلود وتركبها على اكليبس، تبدا من خلال التولز دي تعمل برامج تشتغل على ايه؟ على اكليبس، على اندرويد. تمام؟ يبقى دي بلجنز وليس لها علاقه بالكلاسز، دي حاجه معموله بقى باللغه اللي معمول بيها الايه؟ الاكليبس. تمام. تمام؟ هو هنا النت بينز معمول بالجافا، انما اكليبس تقريبا بالسي. تمام. طيب يبقى دي بلجنز، بقدر من خلالها اقدر اعمل ايه؟ اعمل ابلكيشن اكريت ابلكيشن تشتغل على اندرويد. يا اما تاني نقطه ممكن نشتغل على حاجه بنسميها الايه؟ اندرويد باندل. باندل الباندل ده هتبقى داونلود برضو، ده عباره عن اكليبس، اكليبس ويز بلجنز. البلجنز جايه معاه جاهزه، مش هتعمل لها انت ايه، مش هتركبها. في عندنا حاجه ثالثه ممكن نشتغل بيها، حاجه بنسميها اندرويد ستوديو، وده اندر ديفلوبمنت، لسه شغالين في الديفلوبمنت بتاعه، يعني فيرجن بيتا دلوقتي، يعني مش حاجه ريليز، لسه اندر ديفلوبمنت. وممكن تشتغل على نيت بينز، كلها دي اديتور تبدا تشتغل معايا. احنا هنشتغل ايه بقى؟ هنشتغل على ال الجي ديفلوبر. لا مفيش حاجه دي تقريبا، يعني مفيش حاجه موجوده للجي ديفلوبر، يعني على حسب التولز اللي موجوده تقدر من خلاله تقدر ايه تديفلوب، انما هم دول اللي موجودين على طول، هتلاقيهم موجودين وممكن يشتغل بيهم. واكتر شغل يبقى اكليبس، هو الشغل ده اللي شغال اكليبس مع البلاجنز. تمام، لان بعض الاوقات البندل بيعمل بعض الايرورز وبيشتغل عادي جدا برضه يعني، بس بعض الاوقات بيعمل لي ايرورز، فافضل طريقه لينا ان احنا بنشتغل على ايه؟ على اكليبس ويز ايه؟ ويز بلجنز. تعال نشوف الاول، هنبدا نجيب الاكليبس كده معايا اهو، ازاي نبدا نشتغل على اكليبس، نجيب البلجنز بتاعتنا ونعمل لها داونلود. فببدا هنا بروح على ستارت، على ويندو، ومن هيلب، وهيلب بقول له انستول نيو سوفت وير، انستول نيو سوفت وير. تمام، انستول نيو سوفت وير. انا عايز اتكلم على ايه دلوقتي؟ اتكلم على ازاي اشغل اكليبس وز ايه؟ وز بلجنز. اكليبس موجود معايا دلوقتي بس مش معاه البلجنز بتاعته. تعال نبدا نركب له البلجنز هنا عليه ونبدا نشتغل عليه بالشكل ده. طيب هنبدا نجيب البلجنز، محتاج يكون معايا الانترنت شغال. ايه؟ هبدا بقى سيرش هنا على اندرويد. بلجنز او اكليبس. طيب بدا يجيب لي حاجه اسمها الاي دي تي، اندرويد ديفلوبمنت تول، اي دي تي اندرويد ديفلوبمنت تول بلجنز اندرويد ديفلوبر. هنفتح الاي دي تي اندرويد ديفلوبمنت بلجن فور ديفلوبرز، هنكليك عليها.
يا اما بقى نبدا نشتغل على اكليبس ويز بلجنز، يا اما الطريقه الثانيه هنداونلود الاي دي تي باندل اللي هي الاكليبس باندل. يعني دي بقى يبقى نازل عليها ايه؟ ده الاكليبس، دي موجوده عباره عن اكليبس واندرويد الاس دي كي، الاندرويد اس دي كي وكمان البلاجنز. ولسه للاسف مش شغال معايا نت، مش عايز يعرض. لا هو في في بس احنا عايزين بس نشوف الطريقه بتاع ان انا ابدا بعد ما جينا هنا هنجيب في عندي انستولينج زي اكليبس بلجنز، هجيب بقى البلجنز معايا هي موجوده، يا ريت بقى الصوت. هنجيب الاكليبس، عندنا ايه؟ عندنا ده اليو ار ال اللي هنستخدمه، ستارت اكليبس سيلكت هيل، وبعدين بيقول لي انستول نيو ايه؟ سوفت وير، وكليك على اد ذا رايت كورنر، وبعدين تاخد اليو ار ال ده، ده اللي من خلاله تجيب الداونلود على للبلجنز للبلجنز اللي هي الاي دي تي بلجن، اندرويد اي دي تي بلجن. احنا كده واقفين في الايه؟ في السايت بتاع اندرويد developer.android.com، تمام؟ developer.android.com بنعمل ريستورنج الاكليبس، مجرد ما عملت سيرش عليها بدا يجيب لي الايه؟ الصفحه دي بالشكل ده. فابدا هنا قلت له ايه تاني؟ باجي هنا بروح على هيلب وبقول له ايه؟ انستول نيو سوفت وير زي ما هو كان قايل في الهيلب، وبعدين بكليك على اد، برضه قايل لنا كليك على اد، وبنديله هنا اي اسم اندرويد ديفلوبمنت تول اي دي تي، وباخد اليو ار ال اللي انا واخده كوبي وبيست، بعمل له هنا بيست كنترول في، ده اليو ار ال، وبعدين بقول له ايه؟ اوكي. هيبدا ايه؟ يعمل داونلود لل او يسيرش على البلجنز دي ويبدا يجيبها لي هنا، اهو بدا يجيبها لي هنا. ببدا اعلم عليها، لو عملنا لنا كليبس كده فتحناها، ده كل البلجنز اللي محتاج يضيفها لكليبس، عشان من خلال بقى البلجنز دي تقدر تعمل تخلي اكليبس يعمل لك ايه؟ موبايل ابلكيشن، اندرويد موبايل ابلكيشن. فبنعلم عليها كلها. كله معايا تمام كده؟ فبنعلم عليها بالشكل ده. وما انساش اقول له ايه؟ ان تشيك كونتاكت تقول ابديتس، بقى ان تشيك عشان بتاخد وقت كتير جدا مني. ايوه اتفضل. احنا لسه ورا خالص ورا فين بقى؟ يعني اللينك اللي انا حاطه في الابلكيشن. اللينك هنا في الابلكيشن عملت سيرش. ما عشان كده بقول لك الفيديو شغال معاك بيسجل. فالفيديو شغال، انا كود اللي عملته كده اندرويد اكليبس بلجن، تمام معايا؟ تمام. هو النت بطيء معاك بعد ما مش بطيء، تمام سريع. وبعدين كليك عملنا ايه؟ ظهر لي ايه؟ اي دي تي بلجن معايا؟ بكليك عليها في تابه تاني اهو عشان نفتح، بدا يفتح لي في التابه تاني، بس يا ريت تفتح بقى. لا هتفتح تمام. فتحت اهي، تمام؟ بص كده اهي، تمام؟ هي دي بقى الشاشه. هكليك هنا تختار الايه؟ داونلود ذا اي دي تي بلجنز، هتلاقيها موجوده هنا على معاك على الجنب، انستولينج ذا اكليبس بلجنز. باخد اليو ار ال ده كوبي معايا اللي هو داونلود ذا اكليبس، باخده كده اليو ار ال ده كده. موجود في الصفحه
هنا معايا كنترول سي بعمل له داونلود وباجي هنا على اكليبس كله معايا عملنا له داونلود ولا ايه؟ بكليك على هيلب وبختار من هيلب ايه؟ انستول نيو سوفت وير انستول نيو سوفت وير اه المفروض طبعا هو موجود عندك جاهز لو انت مش على اللاب بتاعك جاهز شغال على اللاب؟ لا هو اللاب بتاعي موجود فهنقول له اد هقول له اد وبعدين هكتب اي اسم هنا للبلجنز دي اديها اي اسم سميها اندرويد ديفلوبمنت تول اي دي تي وبعدين هعمل بيست لليو ار ال اللي معايا كنترول في وبعدين هقول له ايه اوكي بالشكل ده وبدا يجيب لي الايه يجيب لي التولز اللي هي اندرويد ديفلوبمنت تول عمل لها داونلود او بدا يسيرش عليها لسه ما عملتش داونلود يعني اي موجوده عنده اهي بالشكل ده ما انساش ان انا ايه انتشيك كونتاكت تقول ابديت سايت دي بتاخد وقت كتير جدا مني في الداونلود يعني في اللي تشيك بعد كده ابدا اقول له نيكست خلاص هو عمل ايه عمل نيكست اهو وبعد كده بقول له ايه نيكست تاني ولازم ايه اكسبت كل الايه كل التيرمز انتوا معايا ورا ولا ايه عشان ما ارجعش تاني للجزئيه دي عشان ده خلاص لو جزئيه معانا على الجهاز بيشتغل بيطلب مننا نفس الحاجه ايه جزئيه معانا على الجهاز اللي هي جزئيه ايه انت نزلتها ولا هي نازله مع الاي دي اه خلاص مش محتاجه بقى انا بتكلم اللي عايز اكليبس لوحده احنا قلنا شباب احنا عندنا ثلاث طرق او ممكن نشتغل باندرويد يا اما اكليبس ننزل احنا اكليبس لوحده والبلاجنز لوحدها يا اما الداونلود الايه الاي دي تي بندل الاي دي تي بندل ده اكليبس جاهز بقى مع البلاجنز وكل حاجه ليه بقى؟ لان الاكليبس ده موجود عندك اللينك ده موجود عندك قبل كده. فانت لقين اللينك ده موجود عندك قبل كده انت حاطه قبل كده. فعشان كده بقول لك ان هو ده اكزيست. طيب انا بس هوريكم على البث عشان الفيديو اللي بقى معاكم ده موجود وبعدين هتلاقي الاجهزه عندكم شغاله مش محتاجين انتوا ايه نت يعني. ما هو انتوا مش محتاجين الكلام ده. عشان تشتغل لا تشتغل بس هو موجود معاكم على الاجهزه. مش موجود على تشتغل على اللاب ولا على هشتغل على اللاب اللاب في بندل بقى هديك بندل حد معاه البندل جاهزه فيها كل الكلام ده تمام هديك البندل بس عشان ايه احنا وقتنا يعني فهنقول له فينيش على بالشكل ده هيبدا يعمل ايه؟ يعمل انستول هيبدا يعمل انستول للايه؟ لكل البلاجن بعد ما يخلص الداونلود هيبدا يطلب مني ان انا ارستر الايه؟ ارستر الاكليبس تاني هو ترستر الاكليبس يبقى انت كده اصبح عندك الايه الاكليبس جاهز ان انت تبدا ايه تديفلوب يعني انا هكنسل النقطه دي كده تمام وهفتح الايه انت معاك فيرجن تاني مش في فيرجن تاني اللي هو البندل انا هكنسل بقى ده كده وهشتغل على معانا هنا الجهاز موجود عليه هو يبدا ايه 26% اهو يعني تقريبا بينهي تمام يبقى انت هنا ايه هتكليك على اندرويد اس دي كي وهتاكسبت لو انت عايز تداونلود البندل كامله هتاكسبت الاجريمنت وبعدين تختار الايه الاوبريتنج سيستم بتاعك 32 ولا 64 بت وبعد كده تقول له داونلود الاكليبس اي دي تي ده زي ما قلنا اكليبس مع البلاجنز كلها باكج واحده مش محتاج تعمل اي بلاجنز بقى انت تاني فاحنا دلوقتي موجود معانا الايه البلاجنز دي جاهزه اهي موجوده معانا هنا هنبدا نشتغل عليها لو جينا عملنا كليك عملنا رايت كليك لل شوف بس البلاجنز دي موجوده هنا موجوده عندك على ايه داونلود البندل بعد ما تعمل لها داونلود بتجي لك بالشكل ده. دي البندل معانا اي دي تي بندل اهي موجوده بينزل معاها اكليبس والاس دي كي.
الاس دي كي بقى ده كل الايه كل التولز اللي انت محتاجها عشان تديفلوب اندرويد بالاي بي اي اللي جايه بتاع اندرويد كلها نازله في الايه في الاس دي كي دي تمام. فالاس دي كي دي نازله معايا مع البلاجنز كلها نازله معاك هنا الايه الاس دي كي. فانت بعد ما بتداونلود البندل بينزل معاك اكليبس والاس دي كي. بتاخد بقى اكليبس ده بتاخد له شورت كات للديسكتوب موجود عندك على الديسكتوب وبتبدا ترن بقى من ايه من الديسكتوب اكليبس معاك كده عادي. فلو عملنا فتحنا اكليبس بالشكل ده ده اكليبس عايز اعرف انستول ان البلاجنز موجوده عندي ولا مش موجوده. ده البندل بقى جاهزه اكليبس عادي جدا مع البلاجنز. هلا هنا رمز الايه الاندرويد فيرتشوال ديفايس وعندي حاجه ثانيه اسمها اندرويد اس دي كي مانجر. اندرويد اس دي كي مانجر يا ريت الصوت بس من ورا التسجيل شغال. هنا عندي اندرويد اس دي كي كده انا بدات اعمل ايه للبندل شغاله معايا. بعد ما عملنا انستول للبلاجنز او اشتغلنا بالبندل كامله بيظهر لي بعد ما افتح الاكليبس بيظهر لي الشكل ده. اول حاجه بعملها بكليك على الاس دي كي مانجر ده هيجيب لي كل الاي بي اي بتاع اندرويد اللي موجوده عندي واللي انا محتاج اعمل لها انستول. يبقى اول حاجه بكليك على ايه على الاندرويد اس دي كي مانجر الشكل ده تمام. احنا هنا عندنا كل الايه نبدا بقى ننزل تحت كده في عندي حاجه اسمها التولز وبعد كده دي كل الاي بي اي اللي موجوده بقى. ابدا بس كليك كده طبعا ده بيحتاج يكون في انترنت شغال عندك عشان يبدا بيكونكت هو على النت. انتوا لو مش شغال على اجهزه موجوده بس تابعوني بس كده تابعوني ما تبداوش معايا اللي ببدا اقول لك ابدا اشتغل معايا. خليكم بس معايا هنا على اتكلم الكلام ده في البيت يعني لو انت بتعمل الشغل ده في البيت انما انت هنا على الاجهزه هتبقى كل الحاجات ده مع كل الكلام ده موجود عندك معمول له انستول. طيب يبدا هو يتشيك على السايت دي اللايبريز كلها اللي عند الاندرويد يبدا يجيبها لك. انت بقى محتاج ايه الحاجات دي بيبقى محتاجه مساحه كبيره لان هتلاقيها ليها السايز بتاعها كبير شويه فانت ما تعلمش كده على كل بص انت محتاجه يعني. فاحنا عندنا هنا اندرويد اي بي اي 20 ده موجود انستول دوت اندرويد عندنا اندرويد 4.4 ده برده معمول له انستول. اللي يهمني بقى انا عايز ايه انا عايز مثلا حاجه 4 او حاجه 20 او 19 20 برضو الفيرجن ده او 19 حاجه كده يكون ايه يكون ابديتد يعني او لسه نازله فيرجن وكمان تجيب لي فيرجن من الفيرجنز القديمه شويه. يعني احنا عندنا لو بدانا نصغر ده كل الفيرجنز دي موجوده عندنا دي كل الفيرجنز بتاع اندرويد كل الاوبريتنج سيستم اندرويد كل الفيرجنز نازله معاك. حاول بس اعمل لها مينيمايز كده تمام. دي كل الفيرجنز محتاجه كان بقى نتعلم على ايه اتعلم مثلا على حاجه 3.3 كل الايه كل الفيرجنز اللي موجوده عندنا بالشكل ده اعمل لها بس ايه مينيمايز. لو انت عندك نت في البيت كل ده هيظهر كل ده بس محتاج انترنت عندي. طيب انا محتاج على الاقل ايه محتاج مثلا حاجه 4 ومحتاجين حاجه مثلا 3 دي متشابه بمعنى ايه؟ يعني تبقى نفس الحاجه بس الفيرجن 20 عليها عملوا ابديت زي ويندوز اكس بي ويندوز 7 ويندوز نفس الفيزكس نفس هي كل حاجه هي ابديت للفيرجنز بس. طيب احنا هنا بنختار بنعلم على 2 فيرجن وبعدين نقول له انستول نقول له انستول يا شباب. ما تنساش بقى حاجه ثانيه مهمه جدا عشان تسرع الايميوليتر البرنامج اللي انت هتعمله هنا البرنامج اللي انت هتعمله على اندرويد ده مش محتاج موبايل تشغل عليه. فالموبايل اللي احنا هنشتغل عليه هنشتغل على موبايل بينزل مع ايه مع الاكليبس او الاي دي تي اللي هو الايميوليتر. فالايميوليتر عشان يبقى بطيء جدا الايميوليتر مشكله بان هو بطيء جدا فانا محتاج اسرع الايميوليتر فمحتاج بينزل معانا بعض التولز زي حاجه بنسميها ايه هتلقى انت عندك حاجه بنسميها انتل انتل 86 ده ايميوليتر اكسلريتور ده بقى عشان اسرع الايميوليتر شويه فبعلم على حاجه زي كده.
طيب بنستخدم بعلم على ثانيه عشان نستخدم مع جوجل اي بي اي او نتعامل مع جوجل مابس، لازم برضو بنعلم على جوجل بلاي سيرفيس. جوجل بلاي سيرفيس متعلم عليها ايه؟ هي هنا جوجل بلاي سيرفيس معمول لها انستول. فلو احنا انا شايف ان افضل حاجه لو قدرنا ناخد الاكليبس الاس دي كي اللي موجوده مع لا ما ده دي كامل دي مصطفى تمام مع مصطفى كامل تمام الاسم كامل اهو. لو قدرنا ناخد الاس دي كي دي كامله هتبقى تمام معايا. هو ما شاء الله داونلود كل حاجه يعني عشان تاخد الكلام ده. تلاقي مساحته عنده كبيره قوي يعني. واخده كام مساحه عندك؟ 15 كام؟ 16 15 جيجا. فهتقعد تداونلود 15 جيجا فكله هو منزل تقريبا منزل كل حاجه يعني تمام؟ مفيش حاجه مش محتاج تنزلها. فهو هنا عامل داونلود لكل حاجه. يهمني انت في البيت بقى تبقى عامل على ايه؟ تبقى لو انت هتداونلود الكلام ده لوحدك جوجل بلاي سيرفيس يهمني قوي. يهمني الانتل اكس 86 ايميوليتر ده عشان نسرع الايه؟ الايميوليتر شويه. ويهمنا بقى في كل فيرجن لو انت منزل فيرجن ده فيرجن 4 يهمني تبقى منزل معاه برده الايه؟ الانتل بتاعه او الايه؟ او ده عشان بس نسرع الايميوليتر شويه. انت معلمني على اي حاجه انتل واي حاجه اي ار ام. انتل واي ار ام ليه؟ انتل واي ار ام عشان اسرع الايه؟ الايميوليتر. ده سيستم ايمج. سيستم ايمج بيسرع الايميوليتر. الايميوليتر هنا بطيء جدا جدا جدا. فعشان اسرع الايميوليتر يهمني ان انت تبقى معلم على الاي ار ام وايه؟ وانتل في اي فيرجن هتنزله. معايا يا شباب؟ طيب حد يقول لي كده عشان نسرع الايميوليتر في اي فيرجن هننزله يبقى محتاجين نعلم على ايه؟ الاي ار ام والانتل. والاي ار ام ليه الانتل والاي ار ام؟ عشان اعمل ايه؟ اكسلريت او اسرع الايه؟ الايميوليتر شويه. ولو انت عايز تشتغل جوجل مابس تعلمنا على ايه؟ جوجل بلاي سيرفيس. هو هنا زي ما عند كل حاجه نازله جاهزه هنا اهي. فبعد ما خلاص بقى بتبدا ايه؟ تعمل الكلام ده اصبح اكليبس عندك دلوقتي جاهز ان انت تبدا تكريت عليه بروجكت. قبل ما ابدا اتكلم على البروجكت ومكريته مع بعض تعال بس ندي انترودكشن كده بسيطه. احنا عندنا هنا اول ما بدانا نشتغل اندرويد اول ما بدا ينزل كانت ايه؟ اي حاجه 4 و3 3.0 و4 تمام. اندرويد اول ما بدا اندرويد اول ما بدا يظهر ظهر لنا في 2003 و 2003 باسم اندرويد انك. اندرويد انك ده بدايه ظهوره ده بدايه ظهور اندرويد. وفي سنه 2005 2005 جوجل ايه؟ جوجل اشترت ايه؟ اشترت اندرويد. يعني في 2005 جوجل اشترت اندرويد. وفي 2000 واخر 2007 في اخر 2007 جوجل اجتمعت بحوالي 85 شركه حوالي 85 شركه وبداوا يحطوا زي الانفراستراكشر بتاع الايه؟ بتاع الاندرويد بتاع اندرويد بحيث ان اندرويد يشتغل على معظم الايه؟ الاجهزه. ده كانت حوالي 85 شركه وسموها اوبن او اتش اي تقريبا. المجموعه دي كان اسمها او اتش اي اوبن كان اختصار لاوبن سموها اوبن هاند سيت الاينس. الكلام ده كان في اواخر 2007 وفي بدايه بقى 2008 بدا يظهر لنا ايه؟ الاندرويد اول فيرجن من اندرويد بدا يظهر ايه؟ ذا فيرست فيرجن اوف اندرويد. طبعا دلوقتي اندرويد بدا ياخد بقى المنحنى في الماركتنج يعلى بتاعه جدا. اللي يهمني في النقطه دي ان الاو اتش الاو اتش اي او اتش اي ده عباره عن ايه؟ تقريبا حوالي 85 شركه بقياده ايه؟ جوجل. بدا يحط الانفراستراكشر بتاع ايه؟ بتاع اندرويد بحيث دي الشركات دي مش هتبقى شركات سوفت وير بس، شركات سوفت وير وشركات هاردوير وشركات كتيره جدا يعني.
بحيث ان هم ايه يبداوا يحطوا الايه الديزاين او الانفراستراكشر بتاع الايه الاندرويد بحيث انه يشتغل على اوبريتنج سيستم او على يشتغل على اجهزه او ديفايسز كتيره جدا. وزي ما قلنا بدا الفيرجن الاولاني منه في ايه في 2008 وبدا الماركتنج بتاعه يعلى جدا. هنشوف دايجرامز موجوده هنا على الويب بتوضح الفرق ما بينه وما بين او الماركتنج بتاعه وما بين الاي او اس. هنبدا بقى نكريت اول بروجكت، هتبدا كلنا نشتغل بقى مع بعض كده. هنكريت اول اندرويد بروجكت، فهنرايت كليك، هنرايت كليك في اي مكان فاضي هنا، هنرايت كليك في اي مكان فاضي ونقول له نيو، ونيو نختار ايه في عنده حاجه اسمها اندرويد ابلكيشن بروجكت. اندرويد ابلكيشن بروجكت اللي مش موجوده عندي يقول يا ريت يكلمنا يعني. تمام، هتختار على الازر اصلا ايه اللي هو اكليبس. طيب احنا اللي يهمني في الموضوع ده ان انت عشان تبدا تنستول يبقى عندك اندرويد اي دي تي. اي دي تي اختصار لايه؟ اختصار لاندرويد ديفلوبمنت تول. دي اللي هي عباره عن البلجنز، وكمان هتبقى الايميوليتور اللي تقدر تشتغل من خلاله. هيبقى معاها جايب لك كمان الايميوليتور البلاجنز والايه والايميوليتور. طب تعالى هنا بقى نعمل ايه؟ هنيجي هنا نكريت اول بروجكت معايا، هنرايت كليك في اي مكان فاضي هنا ونقول نيو، وهختار اذر او اندرويد ابلكيشن بروجكت. اللي ظهر عندنا اندرويد ابلكيشن بروجكت تمام، اللي مش ظاهر عنده هنختار اذر، ومن اذر بكليك على اندرويد، ومن اندرويد بختار اندرويد ابلكيشن بروجكت، وبعدين بقول له نيكست نيكست، وهنديله اي اسم هنا. لاحظ معانا هنا بدا يقول لي ايه محتاجين اسم الابلكيشن نيم. الابلكيشن نيم ده اللي هيظهر في اللانشر بتاع الموبايل ابلكيشن. يعني انت عندك الموبايل ابلكيشن هيظهر عندك اللانشر، هيبقى ايه؟ هيبقى اسم الابلكيشن هنا. هوريك انا دلوقتي اسم الابلكيشن لما نبدا نرن. حاول بس كده اصطب على ده، هكنسل هنا وارجع ارن لك كده الايميوليتر. ده الاندرويد فيرتشوال ديفايس، ده اللي هو عنده الايميوليترز وكل الايميوليترز. هنبدا نكريت ايميوليتر جديد كده عشان ابدا اعمل ايميوليتر عشان اشغل الموبايل بتاعي. فهقول له كرييت وابدا كريت ايميوليتر جديد. ايميوليتر ده يعني موبايل اندرويد موبايل، يعني هبدا ان انا من خلاله ارن الابلكيشن بتاعي. ايه؟ لا انا كليك عملت كليك على ايه؟ عملت كليك على الشكل ده اندرويد فيرتشوال ديفايس مانجر. تمام؟ اندرويد فيرتشوال ديفايس مانجر. عندي اصبح لي جاب لي كل الايه؟ الاندرويدز الموبايلز يعني اللي انا كريتهم اللي موجودين عنده. فانا هنا اقول له ايه؟ اقول له كريت، مفيش ولا فيرتشوال ديفايس متكلم. فبكليك على ايه؟ كريت. في ايه؟ في نيو. بس حتى بغير الترتيب الموجود. لا ماشي، بس عندك نيو؟ معلش كليك على نيو. طيب كريت، هبدا اديله اسم الايه؟ اسم الموبايل، كان عندي موبايل هشتغل عليه، اديله اسم الموبايل دلوقتي، اسم الديفايس. فهسميه مثلا ايه؟ اندرويد فيرتشوال ديفايس، اي في دي، اندرويد فيرتشوال ديفايس 1. او نخليها مثلا بالفيرجن بتاعي اندرويد فيرجوال ديفايس فيرجن 3.0 اي في دي فيرجن 3.0. هنا بقى بيقول الديفايس، اختار بقى الاندرويد الموبايل اللي انت عايز تشغلها. دي كل انواع الموبايلز اللي ممكن تلاقيها، نكسس جالاكسي مش عارف ايه الكلام ده. اختار بقى اي ايه اي موبايل. يا ريت نستخدم موبايل يكون احنا عندنا هنا في حاجه بنسميها ام دي بي اي، هتلاقيها موجوده عندك اهي شايفين، اتش دي بي اي، اكس اتش دي بي اي، اتش دي بي اي دي معناها ايه؟ معناها ام دي بي اي يعني ميديوم دنست بير بيكسل. ده على حسب الفيرجنز بقى. طب انا يهمني بس اختار نوع موبايل يكون قليل شويه عشان السريع يبقى سريع معايا، ما نختارش حاجه اتش دي بي اي
ولا اكس اتش دي بي اي، نختار حاجه يا اما ام دي بي اي يا اما ال دي بي اي. ام دي بي اي يعني ميديوم، ال دي بي اي يعني لو. ده موبايل بيستخدم الريزوليوشن بتاع الموبايل. يعني ايه؟ اتفضل كده شوف بس هنا بس اي فيرجن. انا هختار بس فيرجن يكون قليل شويه. حاضر. طب هرجع لك هلا، هرجع لكم كلكم وهنمشي معاكم. كمل بس معايا عشان الفيديو شغال وهرجع لكم ورا كلكم. طب انا هختار من هنا مثلا ايه اي في دي، حاجه تكون قليله زي ما قلنا كده. ده الانش هنختار مثلا 2 و4. في عندي حاجه بالشكل ده ام دي بي اي 480، ده الريزوليوشن بتاعه 480 800، ده 5.1 انش، فاختار حاجه ام دي بي اي. وبعدين هنا بيقول لي السكين، فبقول له سكين ويز دايناميك هاردوير، اي اختيار منهم. هنا بقى اللي يهمني مفيش حاجه تاني، بسيب كل حاجه الديفولت. يبقى تاني اللي بختاره بكتب اسم الديفايس وبختار الديفايس، ويا ريت ان اختار الديفايس يكون حاجه ام دي بي اي او ال دي بي اي. وفي عندي حاجه بنسميها سكين. السكين ده شكل السوفت وير، يعني بيكتب لي الموبايل هيبقى عامل لي عليه الكنترولز بتاع الايه؟ المفاتيح، لوحه المفاتيح يعني. فبقول بالنسبه للتارجت ده، التارجت ده الاي بي ار. التارجت ده الفيرجن بتاع الاندرويد اللي عندنا. ده الاندرويد نازل عليه اي فيرجن معين. يعني احنا هيبقى عندنا اندرويد زي ما دلوقتي اندرويد موجود 4.1 4.2 4.3، فبختار اي تارجت. انا هختار مثلا حاجه 3. ما فيش عندي. ما هو على حسب بقى اللي انت معلمه. شوف فاكر انت لما عملنا على الاس دي كي مانجر وشفت انت هو كان نازل كل ده، عشان كده ده بالظبط، عشان انت مداونلود ايه؟ هو مداونلود كل حاجه فكله ظاهر معايا. تمام. فانا بختار مثلا ايه؟ اندرويد الاوبريتنج سيستم بتاعي اندرويد نفسه، فبنختار الاوبريتنج سيستم 3. هيبقى بس محتاج هيبقى بطيء شويه على الايميوليتور ده. اما نشتغل على جيني موشن هنجيب الايميوليتور ده، بعد كده مش هنشتغل عليه الا في حالات نادره بس. وبعد كده هنجيب ايميوليتور ثاني اسمه جيني موشن، سريع جدا جدا. انا بس مبدئيا بس عشان نشتغل النهارده، وبعد كده هنبقى معانا ايميوليتور ثاني. ده بطيء جدا جدا، انا بحاول اجيب اقل حاجه في كل حاجه هنا. يعني بختار اختار مثلا 3، اجيب حاجه مثلا فيرجن يكون 3، بحيث ان ايه؟ ان يكون كل ما بنزل كل ما يكون اسرع شويه. هنا انا بختار ام دي بي ار وليس اتش دي بي ار ولا اكس اتش دي بي ار، بختار حاجه ام دي بي ار يعني ميديوم. لو في حاجه لو انا هختار لو. اخر حاجه بقى بقول له ايه؟ بعلم على يوز هوست جي بي يو. فاكرين لما كان ظاهر لي الاي ار ام والانتل، قلنا كان بيعمل ايه؟ بيأكسلريت الايه؟ بيسرع الموبايل او الايميوليتور. ده برضه بعلم على الايميوليتور ده، بيقول لي انيبل هاردوير اوبن جي ال، ده ايميوليشن يعني برضه هيزود لك البرفورمانس شويه يعني بتاع الايميوليتور. اخر حاجه بقول له اوكي. مش علم عليه سناب شوت عشان يبدا يسيف معاك، يسيف الستيت كانك بتعمل هايبرنيت كده في الاوبريتنج سيستم. فانا بقول له ايه؟ وبديله السايز اي سايز، لو انت عايز تشتغل اديله اي رقم هنا اي رقم. وبعد كده اقول له اوكي، هيبدا يكريت الايه؟ الاي في دي ده. هبدا اقول له ستارت. يبقى انت كاتب حاجه غلط، هرجع لك حالا. هقول له ستارت لانش كده، هيبدا يستارت الايه؟ الاي في دي معايا بالشكل ده. ده الايميوليتور بقى هيبدا يرن معايا. بتكليك ستارت عندك من على الجنب اهي. ادي ستارت اهي. اختار بس. ده الايميوليتور. ده السكين يا جماعه، هنقفله تاني. فاكرين شايفين الباتونز دي؟ معايا شايفين الباتونز؟ الباتونز ده السكين. لو انا كده تاني هقول له ايديت تاني، هو انا قفلته وهقول له ايديت. انا هنا ايه؟ معلم على السكين، بقول له سكين ويز دايناميك هاردوير. لو انا اخترت نو سكين مش هيظهر لي الباتون اللي انت شفتها دلوقتي. فانا معلم على سكين عشان يبدا تظهر لي الباتونز. هكنسل.
وهبدا ستارت. مع البندل نفسها او مع الاس دي كي بتاع اندرويد ده نازل الايميوليتور جاهز اهو. ده مشكلته انه بطيء جدا جدا اهو عشان بس يستارت بس مش عارفين يستارت ايه. انا واخد هنا اقل حاجه مخلي الاوبريتنج سيستم ده اللي هو بيستارت ده مخليه 3 ما خلوش 4 و 4 ولا حاجه مخليه 3 تمام. ومخلي الريزوليوشن بتاعه هنا ميديوم مخلي الريزوليوشن ميديوم ليه؟ عشان يبقى سريع معايا وبرده لسه زي ما انت شايف اهو لسه ما ايه ما فتحش دلوقتي. هو شكل الثاني هو زي برضه كده شكله شكل الموبايل عادي يعني فاحنا دلوقتي لازم ايه هو ده لازم نشغل جيموشن يا جماعه. جيموشن هتعمله ده بالاول من على الانترنت ولازم يكون عندك اكونت على جوجل. لازم يكون عندك اكونت على جوجل عشان ما حدش يجي ويقول لي نزل يعني عايزك تنزل لي جيموشن او انا مش شغال عندي مش هقدر احلها لك دي. انت لازم تلوجن من الاكونت بتاعك. هو بدا يستارت اهو معايا. لا 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 سبتها مش هتفرق معايا. هقول يعني ايه بقى كده. هو بدا يستارت معايا ايه يستارت معايا اندرويد. بص بقى لو انا كليك على ايه ده الايكون ده بنسميه ايه المنيو او اللانشر. ده هيديني ايه اللانشر لو انا كليك عليها بالشكل ده اهو هتبقى كل الابلكيشنز موجوده هنا. هكليك عليها اهو ومش عارف اقول ايه مجنون. هو المفروض ان هو كده عادي يعني. طب قلبها اهو تمام. طب بص كده معايا ده الايه ده الابلكيشن بتاعنا. ده كل الابلكيشنز هتلاحظ ان كل برنامج ليه اسم. انت بقى عايز البرنامج اللي هتعمله اسمه ايه هنا. ده اللي ايه ده اللي هنبدا نعمله واحنا بنكريت. يبقى الابلكيشن نيم هو اسم البرنامج اللي هيظهر هنا. هنبدا نكريت البروجكت بتاعنا اهو رايت كليك ونيو اندرويد ابلكيشن بروجكت. هبدا اديله هنا الابلكيشن نيم. الابلكيشن نيم ده اللي هيظهر في الايه في اللانشر في اللانشر. دي اللانشر ده اللانشر. اللانشر لو رجعنا باك ده موبايل عادي جدا اهو ده الايميليتر. لو رجعنا باك ده اللانشر اهو اللانشر ايكون. لما كليك على اللانشر ايكون ده كل الابلكيشنز اللي موجوده. اسم الابلكيشن اللي هيظهر هنا معايا بقى فبديله هنا مثلا ايه دي المفروض دي كام النهارده دي 11 دي 1 في الاندرويد ماشي 11. هنا بقى بعد كده بيقول لي اديني البروجكت نيم وممكن نديله سبيس هنا في الابلكيشن نيم ممكن نديله دي مسافه 11. انما البروجكت نيم ده خاص باكليبس. اسم البروجكت عند ايه الاكليبس محتاجه. اللي يهمني بقى بعد كده حاجه بنسميها الايه الباكج نيم. الباكج ايه الباكج نيم. يهمني الباكج نيم. الباكج نيم ده اسم الباكج اللي هيترفع عليه. ده لازم بقى عشان ترفعه على جوجل بلاي ترفعه على جوجل بلاي على جوجل بلاي او البلاي ستور بتاع جوجل. لازم الباكج دي يكون يونيك. يونيك يعني ايه؟ يعني ما تكونش اتكررت قبل كده. يعني احنا عملنا برنامج دي 11 اولا لو انت سبته كده اللي هو كون دوت اكزامبل وجيت ترفعه هيترفض منك مش هيتقبل. اول حاجه لازم اسم البرنامج بتاعك ما يكونش حد واخده قبل كده. طيب انت عارفين ان على جوجل هتبقى ملايين من الايه؟ من الابلكيشنز. طب ازاي تضمن بقى ان البرنامج بتاعك ما حدش خده قبل كده او الاسم بتاعه ما اتكررش قبل كده؟ فبنقول لك اديله هنا في الباكج لازم يكون الباكج افضل حاجه تديله اسم الدومين بتاعك لو انت عندك يو ار ال او ويب سايت. يعني مثلا عندنا هنا امت فعندنا كوم دوت امت. هل في ويب سايت ثاني اسمه امت ولا هو ويب سايت واحد اسمه امت؟ هو ويب
سايت واحد اليو ار ال اللي هو www.amit.com www.facebook.com. فبنديله الايه الدومين بتاع الشركه اللي احنا شغالين فيها, بنديله الايه الدومين بتاع الشركه اللي احنا شغالين فيها كده. بضمن بقى ان البروجكت ده هيتقبل مني على جوجل لان مفيش اي حد واخد نفس الاسم ده, فبديله هنا اسم الايه اسم الدومين اللي هو com.amit.day11 كده. هبدا ابقى انا متاكد ان البرنامج لو انا رحت على جوجل بلاي هيتقبل مني لان هو كده بقى برنامج يونيك مفيش حد واخد الاسم ده قبل كده. ده بالنسبه للباكج نيم. المينيمم ريكوايرد اس دي كي. دلوقتي انت عندك هنا اندرويد اللي شغال ده كام؟ اوبريتنج سيستم ده كام؟ 3. لسه احنا مختارينه دلوقتي. الاوبريتنج سيستم دلوقتي اللي قدامك 3. طيب انت عايز البرنامج اللي تعمله ده يشتغل على 3.2.1 ولا يشتغل على 3.3.4 ومش عارف ايه؟ فالفيرجن فتقول له اقل مينيمم. المينيمم المينيمم ريكوايرد اس دي كي. انا عايزه يشتغل بدايه من كام؟ بدايه من 2.2 اللي هو ايه؟ اللي هو فرويو. الفيرجن بتاع فرويو. طب انا عايزه يشتغل يبدا من 3. طب دلوقتي البرنامج اللي انا عامله المينيمم اس دي كي بتاعه ايه؟ اندرويد 3. طب لو حد عنده اندرويد 2.0 هل البرنامج بتاعه ينفع يشتغل عنده؟ لا. انت معايا في النقطه دي؟ يبقى ده المينيمم ايه؟ المينيمم اس دي كي. التارجت بقى التارجت بتاعي انا بتارجت ايه دلوقتي؟ عايز البرنامج بتاعي اللي هو الماكسيمم فيرجن يعني. يعني اللي اعلى فيرجن اللي هو مثلا فيرجن تخلي ده اقل فيرجن وده اعلى فيرجن عندك. بس في مشاكل هتقابلك تاني هنا في النقطه دي, فيا ريت برضو الرعايه لان انت بعض الفيرجنز هتسبورت مثلا انت هنا مسبورت من فيرجن 2.2 لفيرجن 4.4 مثلا حاجه بالشكل ده. طيب هنا اقل فيرجن عندي 2.2 او 2.2 واعلى فيرجن 4.4. هو ده يفضل بس بتقابلك مشاكل هنا في النقطه دي. ليه؟ لان بعض الفيرجنز انت عايز تستخدم مثلا كاميرا معينه فالكاميرا دي مش موجوده في الفيرجن ده انما موجوده في الفيرجن ده, فبتقابلك حاجات او اضافات متضافه في ايه في بعض الفيرجن مش متضافه في فيرجنز تاني, فيا ريت تبقى انت مراعي النقط دي قوي. حد فاهم حاجه في النقطه دي؟ اما بتخلي المسافه بين الفيرجنز عاليه جدا ففي الفيرجنز بيقابلك ايه تنوع. يعني مثلا هنا هتلقى في اضافات موجوده في فيرجن ده مش موجوده في ايه فيرجن دي. لو انت حبيت تستخدمها هنا هيجي الابلكيشن لما يرن على 2.2 هل الاضافات اللي انت او السبيسيفيك فيتشرز اللي انت مستخدمها هتشتغل على 2.2؟ لا. فتراعي النقطه دي بقى, بس هي دي المشكله اللي هتقابلك. يبقى انا بختار اقل فيرجن واعلى فيرجن او اللي موجود عندك دلوقتي عشان تقول لي مش ظاهر عندي. اللي ظاهر عندك لو ظاهر 4.4 بس اختاره في الاثنين, هنا 4.4 وهنا 4.4. يبقى الابلكيشن بتاعها هيبدا يشتغل من بدايه من ايه؟ من 4. طب لو فيرجن نزل جديد 5 مثلا يشتغل الابلكيشن بتاعه ولا ما يشتغلش عليه؟ يشتغل. هيشتغل عليه. طب فيرجن اقل من 4 مش هيشتغل. تمام كده؟ نخليها بقى احنا هنا ايه؟ نبدا ب 2.2. انا عندي الفيرجنز دي جاهزه وال ما حدد بقى اللي انت محتاج تحدده. فانت عندك كل الفيرجنز تارجت زي ما انت اي فيرجنز انت عايز تثبته على حسب انت بتارجت ايه. احنا بنقول بنخليه اعلى حاجه, اعلى حاجه موجوده, اعلى حاجه موجوده عندك اللي هي اندرويد اللي هو 4.4 والاندرويد 4.x ده. فانا هتارجت عندك احلى حاجه موجوده عندك دلوقتي ده. تمام. بعد كده مش هسيب بقى الديفولت بتاع اي حاجه تاني مش هعدل فيها يعني, هقول له نيكست. بدا يقول لي كرييت ايه؟ كرييت كاستم لانشر. كاستم لانشر ده هي الايقونه اللي هي ظاهره عندنا دي. انت عندك شايفين الايقونه بتاع كل برنامج ليه ايقونه بالشكل ده, دي اسمها الايه؟ اللانشر. فبيقول لي كرييت كاستم لانشر. انت عايز تكريت ايقونه زي دي كده ولا لو انت المفروض الديزاينر عندك بيعمل لك واحده منهم بالفوتوشوب وانت بتاخدها ايه تضيفها عندك. المفروض الديزاينر بتاع الشركه بيعمل لك حاجه بالشكل ده على الفوتوشوب. طب احنا دلوقتي ما عندناش ديزاينر فهنقول له كرييت هنا ايه؟ كاستم لانشر. لو انت شلت كده يعني بعد كده كل بروجكت هنعلمه مش هختار الاختيار ده, مش هعلم عليه, اخليه فاضي واكليك على نيكست. انا بس مبدئيا النهارده ايه اعلم لك عليه. لو انا سبته فاضي خلاص هو هيضيف الديفولت بتاعنا اللي هو شكل الايه؟ شكل هيبقى شكل البرنامج بتاعي هو الشكل ده اللي هو الديفولت ايكون بتاع اندرويد. فانا هعلم عليها مبدئيا كده واقول له نيكست, مش هكريت اي حاجه ثانيه, بسيب كل حاجه زي ما هي الديفولت. كرييت كاستم لانشر, بسيب كل حاجه وبكليك على نيكست. هنا بيديني شكل الايه؟ الايقونات اهي اللي هو هيضيفها لي, ده الايقونه بتاع البرنامج بتاعي. فانا هنا اقول له انا عايز ايه؟ عايز تكست.
انا مش عايز اي صوره من دول، انا هكتب اسمي. وهنبدا كلنا نكتب ايه؟ اسمنا كده على البروجكت. اتفضل. طب انا هجي لك والله، بس هكريت بس البروجكت وهاجي كلكم ورا. هسميه دي 11 هنا. ده اسم الابلكيشن بتاعي دي 11، واهو بقى اسم الابلكيشن بتاعي ده الايقونه، انا كتبت ايقونه بشكل تكست. ممكن كمان اغير في الايه؟ في الباك جراوند، اخليها شكل شكلها كده بدل ما هي مربع اخليها سكوير او سيركل مدوره دايره، واديها بادنج. شايفين الكلام لازق في الايه؟ في الدايره. شايفين كلمه دي و11 لازقين في الدايره، فخلي 11 يبعد عن الدايره شويه او دي، فاديله بادنج كده، ازود البادنج كده سيبها شويه بادنج اندرويد اديشنال بادنج. واغير بقى الباك جراوند كلر، اغير لون الباك جراوند. حد في الالوان يدي لي اي لون؟ حد في الالوان طيب انا يعني هشوف تمام، وادي اللون اللي هو الفور جراوند، ادي اللون الابيض تمام. ده هيبقى ايه؟ ده هيبقى شكل الابلكيشن بتاعي. او ممكن ندي اي لون هنا تمام. ده شكل اللانشر بتاعي ده. هنبدا لون نيكست. هنا بيقول لي كرييت اكتيفيتي، فهو بيعمل لي بلانك اكتيفيتي، اكتيفيتي جديده. هنشرح الكلام ده مع بعض. نقول له نيكست، واخر حاجه هنا بيسميني الاكتيفيتي، هسيب كل حاجه واقول له فينش. هيبدا يعمل لي ايه؟ يكريت الابلكيشن بتاعنا. موجود، هيبدا يكريته. بعد ما كريت الابلكيشن يبدا الابلكيشن يكريت. انا هعمل له بس رن عشان اوريك شكله، وهنرجع نشرح الكلام ده مع بعض. بيبدا يلود الموضوع بطيء شويه. هيبدا عمل الاكتيفيتي ظهر قدامنا بالشكل ده. هنعرف يعني ايه اكتيفيتي، اللي هي الويندو اللي قدامنا دي. وبدا كريت للبروجكت بتاعي مكتوب عليه دي ايه؟ دي 11 بالشكل ده. في عندنا ظاهر كانه علامه ايرور هنا، علامه حمراء كده. فممكن اعمل ايه؟ اقول له اروح للبروجكت واقول له كلين ونقول اوكي. راح الايرور اهو تمام. لما عملت كلين راح الايرور. في بعض الاوقات بيحصل كده حاجات غريبه، فانت بتعمل كلين او تقفل اكليبس وتفتحهم. ده يعني حاجات بتتعود عليها وانت شغال مع اكليبس. ده البرنامج. هبدا اعمل له رن على الايميليتر بتاعه ونشوف مكتوب عليه ايه. هلو وورلد. هبدا رايت كليك على دي 11. لازم اول مره رايت كليك على دي 11، وبعدين لازم اول مره ترنه بالشكل ده. تقول له رن از اندرويد ابلكيشن، هيبدا يرن هنا اهو لانشنج. بيبدا يعمل لي لانشنج للدي 11، هيبدا يشتغل على الايميليتر. انا عايز بس اوصل لك بعض النقاط كده. اشتغلش، بيقول لي البارتيشن اوريدي، بدا يفتح لي بارتيشن. هو بس احنا تقريبا كنا مشغلين فيرجن عالي. يعني هو بدا يفتح اندرويد ايميليتر جديد عشان يبدا يرن عليه. طيب ايا كان بقى، يبدا يوريني هنا الابلكيشن بتاعي، هيشرح لي الايكونز اللي احنا كريتناها. الايكونز هنبدا نشوفها واسم الابلكيشن. اللي قدامنا دلوقتي بنسميه ايه؟ بنسميه اكتيفيتي. اللي ظهر قدامنا دلوقتي بنسميها اكتيفيتي. انا هستوب الفيديو وهشوف تمام. اي اندرويد ابلكيشن بيتكون من اربع مكونات رئيسيه. اول مكون عندنا حاجه بنسميها اكتيفيتي، وده المكون الاساسي والرئيسي. يبقى اي اندرويد ابلكيشن هيتكون من اربع مكونات رئيسيه. اول مكون عندي او اول كومبوننت حاجه بنسميها ايه؟ اكتيفيتي، ودي اهم كومبوننت عندي. تاني كومبوننت بعد كده عندنا كومبوننت اسمه سيرفيس. في كومبوننت بعد كده اسمه كونتنت بروفايدر. رابع كومبوننت عندي اسمه ايه؟ اسمه برودكاست ريسيفر.
داست ريسيفر. يبقى اي اندرويد ابلكيشن بيتكون من كام كومبوننت؟ اربعه. ايه هم؟ اكتيفيتي، سيرفيس، كونتنت بروفايدر، برودكاست ايه؟ ريسيفر. طبعا كلها مصطلحات ايه؟ غريبه بالنسبه لك بس كلها بسيطه جدا. يعني الاكتيفيتي، اكتيفيتي ده يعني احنا كلنا عملنا برنامج بالجافا اللي هو فاكرين الفريم الاله الحاسبه اللي عملناها كانت عباره عن ايه؟ عن فريم ويندو كده. فاي ويندو عندنا بنسميها ايه؟ اكتيفيتي. اي ويندو عندنا هنا في الاندرويد بنسميها اكتيفيتي. يعني بص كده معايا، مجرد ما بتفتح اندرويد الشاشه الرئيسيه دي بنسميها ايه؟ اكتيفيتي. يبقى ده برنامج، ده اندرويد ابلكيشن بس عباره عن ايه؟ عن شاشه واحده بس، اكتيفيتي واحده قدامك اهي اللي هي على الايه؟ على الايكونز اللي تحت دي كده. طيب لو كليك، لو عملنا كليك كده ظهر لي برنامج تاني باكتيفيتي تاني. الاكتيفيتي الجديده دي عليها كام ايكونز؟ عليها ايكونز كتيره جدا، بس اللي قدامي دلوقتي اصبح ايه؟ اكتيفيتي شاشه. فالبرنامج ممكن يكون اتليست اي برنامج بيحتوي على ايه؟ على اكتيفيتي واحده. يبقى اي اندرويد ابلكيشن اتليست اندرويد ابلكيشن كونتينز ممكن بقى هنا ايه كونتينز زيرو. انا بس المهم اول نقطه دي زيرو اور مور اكتيفيتي. وحد يسالني سؤال يقول لي هو في برنامج عنده زيرو اكتيفيتي؟ اللي هي البدائيه بس انت عندك الشاشه البدائيه دي شاشه، فدي اكتيفيتي بدائيه، اكتيفيتي واحده موجوده اهي. هل في برنامج تفتحه ما يظهرلكش اي حاجه نهائي كده؟ اه في برنامج ما فيهوش اي اكتيفيتي خالص، عباره عن ايه؟ سيرفيس. تمام، زي سيرفيس، زي مثلا يعني ممكن برنامج الاذان مثلا، هو الاذان بيأذن بيبدا البرنامج ايه؟ يأذن مع الاذان، صح كده؟ هل بنشوف ليه فريم او ليه ويندو؟ لا، ده حاجه بتترن في الباك جراوند. يبقى الاكتيفيتي ممكن اي برنامج ما يبقاش فيه اكتيفيتي، بس العادي بتاعنا ان اي برنامج بيكون فيه ايه؟ بيكون فيه اكتيفيتي او اكثر. احنا بس محتاجين هنا بيكون كونتينز على زيرو اور مور اكتيفيتي، اي برنامج بيبقى فيه اكتر من اكتيفيتي زي ما هنشوف مع بعض. يبقى الاكتيفيتي هي الايه؟ هي الفريم اللي انت بتشوفه قدامك، هي الايه؟ الجي يو اي او اليو اي ويندو، الويندو اللي انت بتشوفها قدامك. ده عباره عن ايه؟ عباره عن اكتيفيتي. ايه بقى السيرفيس دي؟ السيرفيس ده عباره برضه عن اكتيفيتي بس ملهاش يو اي، ملهاش يو اي. السيرفيس از ان اكتيفيتي، يا ريت يا شباب تركز معايا. السيرفيس عباره عن اكتيفيتي بس وزاويه ايه؟ يو اي. وزاويه يو اي، يو اي يعني ايه؟ يوزر انترفيس. السيرفيس دي عباره عن ايه؟ عباره الكلام ده كله هنشرحه لسه جاي وقت يعني. بدي بس انتروداكشن كده ليه. السيرفيس ده عباره عن ايه؟ عباره عن اكتيفيتي بس ملهاش ايه؟ ملهاش يو اي. بص كده قدامنا دي اكتيفيتي، لو انا كليك على اي برنامج كده، اي برنامج من دول دي اكتيفيتي برضو. الاكتيفيتي شايفينها ولا مش شايفينها؟ شايفينها قدامنا اهي. كليك على البرنامج ده ظهر لي اكتيفيتي قدامنا مكتوب عليها ايه؟ هلور. يبقى دي اكتيفيتي. هل الاكتيفيتي دي احنا شايفينها ولا مش شايفينها؟ شايفينها قدامنا. السيرفيس زيها بالظبط بس مش شايفينها بقى، حاجه بترن في الباك جراوند، شغاله ايه في الباك جراوند، بتداونلود مثلا، بترن ميوزك زي برنامج الاذان. برنامج الاذان مش لازم اشوفه، هي اكتيفيتي موجوده وشغاله ايه؟ شغاله في الباك جراوند، مجرد ما الاذان ياذن تقوم ايه؟ ماذنه معايا مثلا. يبقى ايه؟ ده السيرفيس. يبقى السيرفيس عباره عن ايه؟ عباره عن اكتيفيتي بس مالهاش ايه؟ مالهاش يوزر انترفيس، وبترن بقى اهم نقطه دي، ان هي ايه بقى؟ ان هي بترن ان ذا باك جراوند. يبقى السيرفيس عباره عن اكتيفيتي بس مالهاش يوزر فيس، وبتشتغل فين؟ في الباك جراوند، محدش بيشوفها. الكونتنت بروفايدر ده عباره عن داتابيس بس بنسميها شيرد داتابيس. كونتنت بروفايدر ده هنتكلم عليها، حاجه بنسميها شيرد. احنا طبعا نعرف يعني ايه داتابيس، مش كده؟ يعني قاعده بيانات عشان نخزن البيانات، هي داتابيس برضه، بس الداتابيس دي من نوع ايه؟ من نوع شيرد. من نوع ايه؟ شير. نبدا بس نثبت على بعض المواضيع كده. احنا عندنا اندرويد نازل معاه الداتابيس بتاعته، اندرويد نازل معاه داتابيس اسمها ايه؟ اسمها سيكوال لايت. اندرويد اسمها اس كيو ال لايت. الصوت اللي ورا، الصوت اللي جاي من ورا ده، انتوا فاهمين ولا اللي ورا؟ الصوت اللي جاي من ورا ده انتوا فاهمين ولا ايه يا شباب؟
معايا. طب اي ابلكيشن اي اندرويد ابلكيشن بيتكون من كام كومبوننت؟ اربعه. اللي هم كونتنت بروفايدر، برودكاست ريسيفر. شرحنا يعني ايه اكتيفيتي. تمام. الاكتيفيتي اللي عباره عن ايه؟ عباره عن الويندو اللي انت بتشوفها دلوقتي، الفريم اللي قدامك مش كده، اليو اي ويندو. طب السيرفيس حاجه بترن في الباك جراوند. جميل جدا. هي الاجابه دي مش عايز، هي دي اجابه كل اللي احنا محتاجينه، حاجه بترن في الباك جراوند. جميل جدا. الكونتنت بروفايدر ده عباره عن ايه؟ شير داتا بيز. يعني ايه بقى شير داتا بيز؟ تعال نشرح الاول اندرويد نازل مع داتا بيز بتاعته اسمها ايه؟ سيكوال لايف. جميل جدا. تعال نشرح بقى الشكل ده، ركز معايا فيه عشان تشرح يعني ايه، تعرف يعني ايه يعني ايه كونتنت بروفايدر. بص كده، هنفترض ان انت عامل ابلكيشن اهو، عملت ابلكيشن اسمه اب 1. الاب 1 ده ابلكيشن 1، اب 1 انت عامله نازل مع الداتابيز بتاعته. اب 1 ده نازل مع الداتابيز بتاعته، سيكوال لايت بتاعه اهو نازل مع الداتابيز الخاصه بيه. يبقى اول ابلكيشن نازل مع الداتابيز بتاعته. جيت انت عامل داتابيز ثانيه، عامل ابلكيشن ثاني، كلهم نازلين على نفس الموبايل. عملت برنامج ثاني، موبايل ابلكيشن ثاني اهو. الموبايل ابلكيشن ده اسمه اب 2. اب 2 ابلكيشن 2 نازل برده مع الايه؟ الداتابيز بتاعته هو الخاصه بيه. يبقى البرنامج ده اما يجي يسجل، هيسجل في الداتابيز دي ولا هيسجل في الداتابيز دي؟ الداتابيز الخاصه بيه. ليه بقى؟ لان كل برنامج نازل معاه ايه؟ الداتابيز الخاصه بيه هو. يبقى كل اندرويد ابلكيشن نازل معاه الداتابيز الخاصه. الداتابيز دي نوعها ايه؟ اوراكل ولا ماي سيكوال ولا سيكوال لايت ولا اكسس؟ سيكوال لايت. يبقى كل برنامج نازل معاه ايه؟ الداتابيز الخاصه بيه. طب ينفع ان البرنامج ده يروح يكلم الداتابيز دي؟ طب مبدئيا دلوقتي ينفع البرنامج ده يتكلم، برنامج واحد يكلم الداتابيز بتاع ابلكيشن 2؟ لا. طيب انت بقى عشان تعمل حاجه زي كده، كل البرنامج يكلمه ابلكيشن داتابيز واحده بنسميها كونتنت بروفايدر. فلازم تعمل حاجه هنا بنسميها ايه؟ داتابيز. بس الداتابيز خاصه بكل الايه؟ بكل البرامج. الداتابيز في الحاله دي بنسميها ايه بقى؟ كونتنت ايه؟ بروفايدر. هي داتابيز، بس داتابيز مش نوعها زي الداتابيز دي ولا زي الداتابيز ده. داتابيز ايه؟ شيرد بتكون كل الايه؟ الابلكيشن. ندي اكزامبلز، ندي ايه؟ اكزامبل، مثال الكونتاكتس، الليسته بالتليفونات اللي عندك. بص كده على الموبايل، لو رحنا على الكونتاكتس، فين هنا الكونتاكتس؟ هي الشاشه مقلوبه، مش عارفين بقى الكونتاكتس. اخر واحده تحت دي؟ ايوه ده الكونتاكتس. الكونتاكتس المفروض ان انت عندك لسته باسماء الايه؟ باسماء اصدقائك عندك، مش ده كلنا موجود على الموبايل؟ مش كل واحد عنده لسته باسماء الاصدقاء اللي عنده مثلا 200 اسم 300 اسم. الاسماء دي متخزنه فين؟ متخزنه في داتابيز. بس انا لو عملت برنامج، لو انا عملت الاسماء اللي انت عندك الكونتاكتس دي متخزنه في داتابيز، انا بقى ممكن اخلي البرنامج ده يقرا الايه؟ اللسته دي، يقرا كل الاسماء اللي موجوده متخزنه، والبرنامج ده متخزنه هنا. يبقى اذا الكونتاكتس دي عباره عن ايه؟ عباره عن داتابيز. ايوه، عباره عن ايه بقى؟ كونتنت بروفايدر. يبقى فهمنا يعني ايه كونتنت بروفايدر؟ تمام. يعني ايه كونتنت بروفايدر بقى؟ بتشتغل اي داتابيز. بتشتغل ايه؟ اي داتابيز. لا مش اي داتابيز، احنا الداتابيز اللي شغالين عليها اسمها ايه؟ اللي لا سيكوال لايت. بس كل ابلكيشن نازل معاه ايه؟ سيكوال لايت بتاعه، الداتابيز الخاصه بيه. يبقى انا هنا البرنامج ده ما ينفعش يتكلم الداتابيز دي خالص ولا يشوفها. طب احنا عايزين نخلي الداتابيز بتاعتنا زي كونتاكتس كده. كونتاكتس دي احنا ممكن نعمل ابلكيشن. هل البرنامج بتاعي اب 2 هو اللي عامل الكونتاكتس؟ لا. لا بس قدر يستخدمها ولا مش هيقدر؟ هيقدر يستخدمها ويجيب لسته بالاسماء الناس اللي موجوده على الموبايلز، وهنشوف الكلام ده مع بعض. هتجيب لسته باسماء الموبايلز اللي عندك، الناس اللي متسجله عندك على الموبايل، تخلي البرنامج يشوفها. يبقى اذا الكونتنت الكونتاكتس ده عباره عن ايه؟ تمام. اسمها بقى عندنا في اندرويد كونتنت بروفايدر. يبقى كونتنت بروفايدر عباره عن ايه؟ عباره عن داتابيز، بس الداتابيز بنسميها ايه؟ بنسميها شيرد. ده بالنسبه لايه؟ للكونتنت بروفايدر. اخر جزئيه عندنا هنا اللي هي البرودكاست ريسيفر. البرودكاست ريسيفر، فاكرين لما عملنا برنامج زي برنامج الاله الحاسبه كده، اللي هو برنامج الكالك؟ احنا عملنا هنا برنامج الكالكوليتر حاجه بالشكل ده. كنا لما بكليك على ايه؟ على 9 كان بيعمل ايه هنا؟
بيكتب 9، كليك على 8 يكتب لك ايه؟ 8. يبقى ده كان ايفنت حصل، بس الايفنت حصل للباتون نفسه. فما كان اما الايفنت اللي هو كليك يحصل للباتون ده يقوم حاجه تتنفذ، يعني كاتب هنا حاجه، يبقى كان ده بنسميه الايفنت هاندلر. البرودكاست ريسيفر حاجه زي الايفنت، بس مش احنا الايفنت بتاعنا كان كليك على الباتون. البرودكاست ريسيفر ده ايفنت بس هيحصل للاوبريتنج سيستم كله. هيحصل لايه؟ للاوبريتنج سيستم كله. يا ريت تركز قوي معايا في النقطه دي. بص بقى الموبايل بتاعي اهو، انا عامل الموبايل بتاع ده الاندرويد نفسه، الاندرويد او اس، وادي الايه؟ ده الباتونز بتاعته اهي. لو حاجه من مفيش موبايلز موجود كده اساسا، ده كان نظام قديم. ماشي، خلينا الباتون باك وباتونز تاني اهو، وادي هنا باتون. تمام، ده موبايل، ده كده خدوه ان هو ده كده موبايل. تمام، ده الموبايل بتاعنا اللي هو شغال علينا دلوقتي. بص كده ركز معايا، انا عملت ابلكيشن، الابلكيشن بتاعي موجود على الموبايل هنا. احنا بقى بنتكلم على البرودكاست ريسيفر. البرودكاست ريسيفر ده شخص كده انت بتسجله قاعد بس بيلسن لوظيفه معينه، ده البرودكاست ريسيفر. معناه ايه بقى؟ هنشرحه برضو في وقت البرودكاست ريسيفر. ايفنت بيحصل للاوبريتنج سيستم، يعني ايه؟ البطاريه خلاص قربت ايه؟ قليله، قربت تخلص مثلا او تقفل. يبقى انت عندك البطاريه لو. طالما البطاريه قليله انت عايز تعمل ايه بقى؟ خلاص يبقى انت في ايه؟ ده ايفنت حصل للاوبريتنج سيستم، الاوبريتنج سيستم الموبايل نفسه البطاريه بتاعته ايه؟ قليله. فتبدا تخلي الراجل ده قاعد بيلسن بس. ده البرنامج بتاعك اللي موقف الراجل، انت عندك هنا مثلا على الاوبريتنج سيستم ده عندك مثلا 100 برنامج موجودين. البرنامج بتاعنا رقم كام؟ رقم 95 مثلا. فالبرنامج بتاعنا دلوقتي اللي بعت واحد ايه؟ يسمع لايه الراجل ده؟ ان البطاريه يحصل لها ايه؟ تقل لما تبقى خلاص مثلا 10%. طيب مجرد ما البطاريه تصل ل 10% يبدا الراجل بتاعنا ده ايه؟ اللي كان قاعد نايم يحصل له ايه؟ يصحى ويروح يبلغ مين بقى؟ يبلغ اللي موقفه هنا، مين اللي موقفه هنا؟ البرنامج بتاعنا. فيبدا يقول للبرنامج بتاعنا ان خلاص الايه؟ خلي بالك ان البطاريه بقت كام؟ 10%. فيبدا البرنامج بتاعنا مثلا يبدا يسيب الداتا ويقفل عنده، لان ممكن البطاريه في لحظه الموبايل يقفل. فيبدا هو البرنامج بتاعي يقفل الدنيا، يظبط مثلا ايه؟ يسيب الداتا عنده في الداتا بيس بتاعته، خلاص لان في احتماليه ان الموبايل ايه؟ يفصل. فيبدا يسيب الداتا ويسيب كل حاجه عنده ويستعد ان هو ايه؟ كده كده في احتمال ان هو ايه؟ يتقفل. يبقى لو قفل دلوقتي يبقى الايه؟ الداتا تمام. برده من ضمن البرودكاست ريسيفر، البرودكاست ريسيفر ده ايفنت بيحصل لمين؟ للموبايل نفسه. يبقى البرودكاست ريسيفر ده ايفنت بيحصل لايه؟ للموبايل نفسه. زي ايه مثلا؟ زي الموبايل دلوقتي انت ايه؟ انت واقف في حته ما فيهاش شبكه، ففي برضه قاعد واحد كده بيلسن، تمام، ان ما فيش نتورك هنا. فيبدا يبلغ الابلكيشن بتاعك ان الموبايل دلوقتي ما فيش نتورك فيه، تمام. زي الموبايل اتقفل، الموبايل اتعمل له ستارت. فيبدا انت ممكن تبقى انت محتاج الحاجات دي. زي مثلا ايه؟ في رساله وصلت الموبايل بتاعك. شوف بقى المثال التاني ده هيوضح لك جدا. عندنا هنا ايه؟ عندنا الموبايل بتاعنا اهو بالشكل ده، وانت عايز البرنامج بتاعك اما تيجي رساله هو اللي يفتحها، او اما تيجي رساله يبدا البرنامج بتاعك يشتغل. يا ريت تركز معايا. يبقى احنا عايزين البرنامج بتاعنا يشتغل او يعمل وظيفه معينه اما تيجي ايه؟ اما تيجي مسج الايه؟ للموبايل. طيب هي المسج دي جايه لنا احنا ولا جايه للموبايل نفسه؟ جايه للموبايل. يبقى لازم نحط مين هنا؟ لسنر. اسمه ايه بقى؟ ايوه، برودكاست ريسيفر. جميل جدا. البرودكاست ريسيفر ده قاعد بيلسن لمين؟ جميل جدا، لمسج انها تيجي ايه؟ للموبايل. مجرد ما تيجي مسج للموبايل يجي هو عامل ايه؟ هو نايم على طول. مجرد ما تيجي مسج للموبايل يجي هو عامل ايه؟ يصحى ويروح يبلغ مين؟ لا مش الموبايل، هي جايه للموبايل، الابلكيشن بتاعنا. مين اللي واقف الراجل ده هنا؟ الابلكيشن بتاعنا. انت كديفلوبر عامل الابلكيشن ده، عامل اب 1، فعايز اما تيجي رساله يبدا ايه؟ البرنامج بتاعك يشتغل، يفتح الرساله دي مثلا. فانت لازم توقف حد هنا، ما انت ممكن الرساله تيجي وانت ما تحسش بيها. فتوقف حد كده يلسن ايه؟ لان المسج تيجي. الراجل ده بنسميه برودكاست ريسيفر، قاعد بيلسن ان مسج تيجي. مجرد ما مسج تيجي هو يبدا ايه؟ يبلغ الابلكيشن بتاعك ان في مسج جت، يبدا الابلكيشن بتاعك يتعامل مع المسج اللي جايه دي. طيب باختصار كده راجع كده قول لي كده، البرنامج بتاعي بيتكون من كام كومبوننت، وكل واحد يقول لنا كومبوننت منه. اكتيفيتي شرحنا عليه اكتيفيتي. جميل جدا. الواجهه اللي فيها
تمام جدا. تمام الاكتيفيتي ده الواجهه اللي هي في ابها بطن فيها كل حاجه. بعد كده عندنا تاني كومبوننت مؤنث السيرفيس. السيرفيس ده عباره عن ايه؟ عباره عن جميل جدا. مساوي التكليف بتاعنا فين؟ في الباك جراوند. ممتاز. محمد ايوه. بعد كده عندنا بعد الاكتيفيتي عندنا السيرفيس. بعد كده ايوه كونتنت بروفايدر شيرد. ايوه شيرد ايه بقى؟ شيرد دي بي. شيرد ايه؟ دي بي. داتابيس. دي بي ده اختصار. ماشي. شيرد ايه داتابيس؟ بتوين ايه؟ ابلكيشنز كتير. جميل جدا. اخر حاجه بقى حد من الجروب ده؟ البرودكاست ريسيفر. اشرحها يعني؟ البرودكاست ريسيفر ده الرابع مكون. البرودكاست ريسيفر. ده كل الكومبوننت اللي عندنا. تعالوا بعد كده نخش على الجزء الثاني اللي هو طب هي المسج بتطلع مثلا اللي هو اللي عملها اصلا اللي هو اللي عمل ايه؟ لا دي حاجه بنسميها نوتيفيكيشن. نوتيفيكيشن. دي اصلا بتبقى راجعه للبرودكاست. ممكن حاجه ممكن يكون برودكاست هو اللي بدا يظهر النوتيفيكيشنز دي. بس انا عايز انا الفكره بتاع البرودكاست ريسيفر لما تحصل حاجه زي كده ابدا ان انا اعمل النوتيفيكيشن بتاعي. اخلي الابلكيشن بتاعي يفتحها او الابلكيشن يعمل حاجه معينه زي ما قلنا ان البطاريه قليله فيبدا يقفل كل حاجه عندي ويسيب الداتا قبل ما ايه لان في احتماليه ان الايه الشبكه فصلت مثلا فيبدا البرنامج بتاعي بيعمل اتصالات فيجي له ايه بروتوكول يقول لي ما فيش نتورك فيبدا اي ده بروتوكول ريسيفر. تمام ممكن بروتوكول ريسيفر ممكن تعمل باكتر من طريقه بس بروتوكول ريسيفر يعمل حاجه زي كده. تمام جدا. ان حاجه حصلت لمين؟ ايوه للموبايل الاوبريتنج سيستم. بالظبط ده اللي عايزين نوصله. يبقى البرودكاست ريسيفر بيوصل ان في حدث او ايفنت حصل لمين؟ للاوبريتنج سيستم. فبناء عليه الابلكيشن بتاعك يبدا يعمل وظيفه معينه. تمام؟ ده كان بالنسبه للبرودكاست ريسيفر. تعال نبص بعد كده على الاستراكشر بتاع الاندرويد. الاستراكشر بتاع الاندرويد بيتركب ازاي؟ اكيد طبعا انتوا عمالين تسالوني السؤال ده بعد كده بيسجل تاني اهو شغال اهو. تمام ايوه على ايه؟ طيب لقيت يا شباب تاني بنكرر اللي مش فاهم اي نقطه يا ريت يستوبنا نستوب ونشوف ايه اللي عارف البرودكاست بس البرودكاست ده جاي وقت شهر ده لسه جاي له هنعمل برودكاست هنعمله احنا بايدنا بقى هنكرر البرودكاست ده احنا كده خلصنا كده الاندرويد كله تمام احنا كده لو احنا اتكلمنا على كل الكودز دي يبقى الاندرويد كله الكورس انتهى. هنعمل واحد دايم. هنعمل واحد دايم. هنعمل واحد دايم ولما تيجي مثلا يجي صاحي يجي ايه؟